السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة خامس أو سادس محاضرة في البلونك بروتوكول النهاردة إن شاء الله هناخد أكبر راوند في البروف جينيريشن وهي راوند 3 راوند آه 3 ببساطه عايز عايز عايزين يعني المغزى منها ان احنا نطلع حاجه اسمها التي بولينوميال التي بولينوميال ببساطه اللي هو كل حاجه احنا عملناها من اول السيركت كل الحاجات اللي عملناها انكودينج وكل الكلام ده هنحطه في بولونوميال واحد آه بحيث يعني الاساينمنت فيكتورز والسلكتورز هنحطهم في نفس الفيكتور مع الكونسترينت الكوبي كونسترينت بولونوميالز مع الروتس اوف يونيتي مع الكوسات مع كله كله هيتحط في نفس البولونيال فطبعا العمليه الحسابيه هتبقى عملاقه وان شاء الله هنمشيها واحده بواحده لحد ما نخلصها النهارده باذن الله دي الحاجات اللي احنا هنحتاجها هنحتاج كل البولينوميالز اللي احنا عملناها دول بتوع الاساينمنت فيكتورز والزاد اوف اكس اللي هي كانت الاوتبوت بتاعه الراوند 2 وهنحتاج السلكتور فيكتورز vectors بتوعنا و دول ال ال copy constraints هنحتاج ال interpolation matrix بتاعنا ده ال interpolation matrix فاكرين عمل لما عملناه أول أول round قبل actually أول round لما كنا بنعمل polynomial interpolation كان بيبقى معانا Interpolation Matrix بالمنظر ده بنضرب ده في x و في y و في z و في m يدينا d و بعد كده ن replace it و نحطها جوا بحيث ان احنا لو عندنا vector x y و z و m نقدر ندعمله بشكل polynomial of degree n minus one، n ده اللي هو عدد الاليمنتس elements اللي موجودة جوه الفيكتور Uh, وبرضه عندنا شويه شويه فاليوز uh, عملناهم المره اللي فاتت ال, ال, البيتا ب 12 الجاما ب 13 الكي 1 اللي هي ال الاليمنت اللي عملنا منه اول كوسات ب 2 والكي 2 اللي عملنا منه ثاني كوسات ب 3 والفاليو الجديده الوحيده في, ال في الشكل الجميل اللي قدامنا كله هي الالفا والالفا دي انذر تشالنج بت هتبقى مبعوته في راوند 3 في برضه عندنا الشورتين اللي تحت دول دول هنحتاجهم تاني قدامهم هم شرطان كبار جدا فما ما خدتهمش معايا دلوقتي هنحتاجهم قدام فهنبقى ناخدهم ان شاء الله نكبرهم زي ما عملنا في راوند 1 وراوند 2 هنجيب الفورميلا بتاعت البولينوميال وهنبتدي نكسرها نقول احنا عارفين منها ايه ومش عارفين منها ايه ونبتدي نشتغل فيها ان شاء الله الفورميلا دي عملاقه فهنقسمها الى اربع تربع هنسميها تي 1 اوف اكس بلس t2 of x plus لا no, سوري مش بلس بقى ماينس t3 of x plus t4 of x وهن, وهناخد بقى يعني ال, كل الحاجات الجميلة دي هناخدها ونعرفها على جنب يعني هناخد ال t1 وال t2 وال t3 وال t4 نعرفهم كل واحدة على جنب بحيث ونعمل كل واحدة لوحدها بعد كده نجمع التوتال في الآخر إن شاء الله. الـ T1 of X بيقول لك إيه؟ هي بتاعت الـ والسلكتور فيكتورز. selector vectors، فاكرين الـ assignment فيكتورز بتوعنا؟ اللي هم كانوا اللي هو الـ AX والـ BX والـ CX والـ QL والـ QR والـ QO والـ وال QM والـ QC. هنمشيهم يعني بقى واحدة واحدة إن شاء الله مع بعض. الـ T1 of X اللي هي اكس في B of X أو actually of عشان ما نتلخبطش. A of X في B of X في QM of X اللي هي الـ الـ A في الـ B اللي هو الـ Left في الـ Right في الـ 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 selector بتاع الـ Multiply اللي هو لما كنا بنعمله يا بـ 0 يا بـ 1 اللي هو 0 مش هنعمل Multiply و1 هنعمل Multiply هنعمل كده بقى ليهم كلهم بلس الـ A of X اللي هي الـ Left فبالتالي هيبقى الـ selector الـ Left بتاعها QL بلس الـ B of X اللي هي الـ Right مع السيلكتور بتاعها اللي هو الكيو ار اوف اكس بلس الكونستانت او سوري سوري الاوتبوت بتاعنا اللي هو السي اوف اكس اللي هو الكيو اوتبوت اوف اكس بلس الكيو سي اوف اكس بلس في حاجه ثانيه اسمها البي اي اوف اكس اللي هي المفروض بيبقى فيه بابليك بولينوميال بابليك انبوت uh, بس احنا ما عندناش هنا فهنعتبر ان هو بزيرو يعني، اوكي okay, كده okay, بتاعنا بزيرو فالاثنين دول بزيرو بس انا قلت اكتب القانون كله على بعض كل الكلام الحلو ده مضروب في 1 على زد اتش اوف اكس ده اللي هو قلنا بيخلي لنا الروتس اوف يونيتي بزيرو اللي هي الفورميلا ال بتاعته بزد سوري هنكتبها بس وابقى اشيلها تاني اللي هي باكس باور 4 ماينس 1 ليه لان هي كانت اكس باور 4 ايكوالز 1 دي بتاعت الروتس اوف يونيتي ودينا ال الناحيه الثانيه جاب لنا الزد اوف اتش اوكي الزد اتش سوري ادي ده ال t 1 طب ال تي 2 بتاع ايه آه طبعا المفروض بقى بلس يعني تي 1 بلس تي 2 وهكذا آه. ال تي 2 بقى عباره عن ايه هو بتاع فاكرين بتوع الراوند اللي فات بتوع الـ 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 البيتا والجاما والكوسيتس بتوعنا فهنبتدي واحدة واحدة بقى A of X plus البيتا هن هنقول B في X plus الجامعة بتاعتنا هنقول Y ونعمل بقى brackets كتيرة يعني عندنا brackets كتير كل ده times B of X plus B K1 of X بلس ال بتاعتي. وبعد كده السي اوف اكس بلس البي كي 2 اكس بلس plus... واخدين بالكم دي مش اوف اكس دي اكس بس يعني مضروبه في اكس اللي هو اتس راندوم نمبر يعني راندوم فاريبل قصدي. تايمز الزد اوف اكس كل ده في الفا اللي هي الراندوم بيت اللي احنا قلنا التشالنج اللي هتبعت لنا على برضو زد h of x طبعا عندي يعني في سؤال بس برضه انا طرحته لنفسي واحنا وانا بذاكر الحته دي uh, ليه uh, ال a of x مع ال مع ال, ال, ال b of x على طول ودي مع الكوسيت ودي مع ال الكوسات الثاني او الجنريتور بتاع الكوسات ده والجنريتور بتاع الكوسات الثاني قال لك ببساطه لان ال a ده بيرمز لي ال a ال a ده بيرمز لي الناحيه ال الشمال من الايكويشن صح؟ والبي ده بيرمز لي ناحيه اليمين والسي ده بيرمز لي بالاوتبوت بتاعي فاكرين في في خطوه الكوبي كونسترينتس احنا اصلا عملنا الكوسيتس ليه؟ عشان نقدر نليبل كل الحاجات بتاعت ايه؟ كل الحاجات بتاعت ايه اللي هي اللي الليفت اللي عملنا لها ليبلنج بالروتس اوف يونيتي لو فاكرين وبعد كده عملنا كوست باستخدام كي 1 في الروتس اوف يونيتي للرايت اللي هي للبي فاللي هي المفروض كي 1 في الروتس اوف يونيتي وبعد كده للاوتبوت عشان نعمل لهم الليبلز بتاعتهم عملنا كي 2 في الروتس اوف يونيتي ولو فاكرين كي 1 وكي 2 دول كانوا اصغر فاليوز مش موجوده في الروتس اوف يونيتي ودي كانت اصغر فاليو مش موجوده في الـ Roots of Unity كانت أصغر موجودة في في 1 روتس اوف يونيتي والروتس اوف يونيتي مع بعض لو فاكرين يعني الموضوع ده بس عشان ما تبقوش متلخبطين احنا ليه بنضرب حاجات حتى راندوم لا هي إيه مش راندوم دي الاي مع الليبلز بتوعها اللي هم معمولين بالروتس اوف يونيتي ودي اللي معمولين بالجنريشن بتاع الكي 1 اللي عملت الكوسيت الاولاني ودي اللي عملت 2 طبعا انت لو كنت شفت اول فيديوهين هتحس ان انا بتكلم هيوليدي. فيه آه مفروض بقى ماينس ال t3 of x وده اللي بقى البولينوميالز بتاعت الكوبي كونسترينتس بتاعتي. فنفس الكلام هنقول له a of x Times البيتا S sigma 1 of x plus الجاما كل ده مضروب فيه

في نفس الكلام زد اوف اكس في الالفا على زد اتش اوف الاكس وبعد كده اخيرا تي 4 تي 4 اصغر واحده وجميله وحلوه تي 4 بتقول لك الزد اوف اكس ماينس 1 تايمز ال 1 اوف اكس دي الحاجه الوحيده في كل اللي احنا قلناه ما نعرفهاش على الزد اتش اوف اكس ال1 دي ايه؟ ال1 دي حاجة اسمها اللاجرانج بيزس بولونوميال فاكرين اسم البلونك برميوتيشن اوفر لاجرانج بيس ايه هو اللاجرانج بيس؟ اللاجرانج بيس بولونوميال قبل ما يبقى بولونوميال هو فيكتور على يعني حجم الفيكتور بتاعنا احنا قلنا حجم الفيكتور بتاعنا في أي حاجة عندنا هيبقى هيبقى 4 فاللاجرانج بيس بولونوميال بتنقي واحد من الفور دول في موست اوف ذا تايم بيبقى الأولاني بتخليه ب1 وبقية الحاجات بزيرو وبعد كده بتعمل له انتربوليشن بتعمل له انتربوليشن بناء على ايه بتعمل له انتربوليشن على انتربوليشن ماتريكس اللي هو ايه اللي هو الروتس اوف يونيتي فانت بتعمل له انتربوليشن اوفر الروتس اوف يونيتي اللي هو ايه الانتربوليشن ماتريكس بتاعك احنا عرفنا منين إيه؟ فاكرين لما جينا نعمل الانتربوليشن ماتريكس بتاعنا ده عشان نقدر يساعدنا نعمل انتربوليتنج لكل الفيكتورز اللي عندنا عملناه باستخدام انهي دومين الروتس اوف يونيتي وهو ده كان كان الانترنس بتاع الروتس اوف يونيتي كانت لازمة الروتس اوف يونيتي ايه هي اللي هتبقى الدومين بتاع الانتربوليتنج ماتريكس اللي هيساعدنا ان احنا نعمل انتربوليشن لكل الفيكتورز اللي عندنا نحولها بولينوميال يبقى اللاجرانج بيس بيس بولينوميال بيبقى بيبقى في الاول فيكتور وبعد كده بنحوله لبولينوميال اوفر حاجه معينه احنا هنعمله اوفر اليوس اوف يونيتي يعني لما هنيجي نحوله لبولينوميال هنستخدم آه هنستخدم الانتربوليشن ماتريكس اللي معمول بالروتس اوف يونيتي دول جميل آه بنعمل ايه بنحط واحد من الفاليوز دي بواحد وبقيت كل الفاليوز بزيرو طب ليه ما حطيتش ده او ده او ده لان بلونك بيقول لك كده بلونك او في معظم الاوقات على فكره حتى لو في حاجه غير بلونك هناخد اللاجرانج بيس بولينوميال اللي بيبقى الوان الاولاني والباقي كله بصفر طبعا لو عندي خمسه او سته روتس اوف يونيتي هيبقى نفس الحاجه كلهم صفار اوكي فانا عندي اهو 1 و4 اس 4 ده لاجرانج بيس بولونوميال اللي هو ال ان 1 ال ال 1 لوحده يبقى ال ال 1 هنا لو جيت هنا مثلا بالاحمر آه ال ال 1 هنا هيساوي 1 0 0 0 طب انا مش عايز ال 1 بس انا عايز ال 1 اوف اكس طب هجيب البولونوميال ده بناء على ايه قلنا هنعمل انتربوليشن باستخدام الانتربوليشن ماتريكس بتاعنا اللي هو اللي فوق الجميل ده تعالوا ناخده هنا سكرين شوت جميله وناخده هنا معانا تحت نطبق عليه ان شاء الله Ctrl V طبعا الشاشه بتكبر لو حد عنده حل للحاجات دي بالله عليكم قولوا لي في الكومنتس ان انا كل ما باخد كوبي وبيست مثلا لحاجه الشاشه بتكبر فاضطر ازوم ان يعني هي حاجه تافهه بس بتضايقني يعني كل مره بقعد اعملها فبدل اكس واي زد ام دي هنحط مطرحهم ايه اه ما ينفعش اشيل لانها اتس اتس سكرين شوت طب خلاص احنا ممكن نعمل كده اضروني يا شباب ممكن نعمل كده من دي واحنا بناخد سكرين شوت ناخدها كده باي uh, ذا البرنامج انا بستخدمه اسمه لايت شوت بيبقى جميل جدا بتدوس Print سكرين وبيسمح لك تاخد اي Snippet من الشاشه ولو عايز تعمل عليها اديت او تعمل اي حاجه اسمه لايت شوت فهاجي انا هنا وبدل اكس واي زد يا اما احط مين؟ احط البولينوميالز بتاع الفيكتور بتاعي اللي هو 1 0 0 0 وتعالوا نعمل له البولينوميال بتاعه. القانون بتاع الملتبليكيشن بتاع الماتريكس بيقول لك ايه؟ ده في ده, ده في ده بلس ده في ده بلس ده في ده بلس ده في ده اللي هو 13 في 1 بلس 3 تس 4 اللي هو 13 بلس اللي هو الدي يعني الدي بتاعنا هيطلع ب 13 13 بلس 13 في 1 ب 13 و 0 0 0 اللي هو 13 في x باور 1 صح؟ البولونوميال <ممتلك> لو 4. لو اربعه لو اربعه values هقول هيبقى polynomial اوف ديجري 3 يعني ايه؟ يعني ايه؟ x باور 3 بلس b x سكويرد بلس c A. x بلس دي فانا الدي طلعت لي ب 13 حطيتها ب 13 السي طلعت لي ب 13 حطيتها ب 13 البي b برضو كله هيطلع لي ب 13 لان 13 هي الوحيده اللي بتتضرب في ال 1 فهيبقى 13 x squared plus 13 x cubed يبقى ده ال L of x بتاعي ال L1 of x خلاص يبقى أنا بقى عندي كل حاجة جاهزة إن شاء الله أنا أبتدي أشتغل يعني أنا كنت عايز برضو أشتغلها معاكم بس أنا هجيبها بطريقة آآ آآ يعني محترمة شوية اللي هيبقى يبقى شكلها كويس عشان نقدر نشتغل عليها أو ممكن أخد دي كوبي بيست أسهل لنا لو جيت قلت برنت سكرين الحتة الجميلة دي هاتها كلها بقى اكشلي ولا تعالوا نعمل ال T1 لوحدها وبعد كده نبقى نشوف الباقي ان شاء الله تعالوا ناخد الحته دي وانزل تحت بقى بسم الله الرحمن الرحيم طبعا دي هيبقى موال كبير بسم الله الرحمن الرحيم ال T1 تعالوا نعمل كل ملتبليكيشن لوحده يعني ايه؟ يعني هناخد البتاع الكبيره دي هنقسمها اربعه وخمسه ملتبليكيشن هنعمل ده لوحده وده لوحده وده لوحده وده لوحده ودول هم اوريدي لوحدهم مع بعض اوكي ا وبعد كده هنعمل كله اوفر الزد اوف اتش اه صح دي دي حاجه جميله برده عشان ما نعملهاش اوفر ال او اكشلي تعالوا ن... تعالوا نكتبها بعد كده نشوف موضوع الزد اوف اتش ده بعدين يعني مثلا تعالوا فور اكزامبل اكننا هنضرب دي في زد اوف اتش في زد زد اتش اوف اكس بحيث ان اللي بتاع الرحمه دي تتشال فيبقى بدل ما هي تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 هتبقى تي 1 اوف اكس تايمز زد اتش اوف اكس اوكي وهنبقى نحلها ان شاء الله بعدين بس عشان الحته الريخمه دي ما تبقاش موجوده عندنا هتعمل لنا مشكله فيبقى نحل دي كلها كل واحده لوحدها دي 1 دي 2 دي 3 ودي 4 طبعا هي هتاخد وقت كبير جدا هنعملها بالكالكيولتر اللي احنا قلنا عليه اللي هو بتاع وولف ده بس برضه هنعملها سوا أول مرة وبعد كده عشان بس نبقى وضحنا يعني النقطة هي إزاي بتتعمل وبعد كده نعمل الباقي كله بهول فريم وهوريكم إزاي تتعمل برضه عشان التعامل معاها مش بيبقى بسيط قوي لو لو بولونيميوس بالحجم ده. هنا بقى هنقول إيه؟ عايزين A of X تايمز B of X تايمز QM of X. تعالوا برضه دي نقسمها إلى بارتيشن ناخد ال A of X في ال B of X الأول. أوكي؟ أقول له A إيه. of x times b of x ونطلع نجيب من فوق خالص ايه هم اصلا ال a و x وال b و x بتوعنا هم الجمال دول مفروض يعني اوكي احنا عايزين ثلاثة هاتهم كله ونجيبهم تاني تحت معانا عشان هيساعدونا في الشغل بسم الله الرحمن الرحيم اول واحدة a b c ودي الزد اوكي بس عشان يبقى معانا البولينوميالز كده بمنظر جميل قدامنا نقدر نستخدمها ال A of X وفي ال في ال B of X اللي هي هتساوي ايه 14 بلس انا بنقل هنا هي دي ال, ال A B C Z بنقل 14 بلس 6X بلس 3X squared squared بلس 3X cubed بلس 4X power 4 بلس 7X power 5 كل ده تايمز مين b of x اللي هي هتبقى ب 12 plus 9x plus 14x squared plus 13x cubed plus 12x power 4 plus 11x power 5 في العادي ازاي بنضرب اتنين براكتس في بعض مش لازم بولونوميز اتنين براكتس في بعض كل element في البراكت ده هيتضرب في كل الالمنتس اللي موجودة هنا يعني 14 هتتضرب في كل ده وال 6 هتتضرب في كل ده ودي هتتضرب في كل ده ودي هتتضرب في كل ده, ده, ده. فتعالوا نكتبها بقى بشكل محترم شوية بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة ال 14 هتضرب في مين؟ في كل البراكت اللي موجود عندي ده تعالى نفتح بقى قوس كده ونعمل كل واحدة في, في سطر أه أدي ال 12 14 في 12 12 في 14 بلس 9 أه... في 14 9x times 14 بلس 14x squared في 14 بلس 13x في 14 plus 12x باور 4 في 14 plus 11x باور 5 في 14 كل ده plus كده احنا خلصنا اول element 14 هنعمل ال 6 وال 3 وال 3 وال 4 وال 7 هنعمل كل دول طبعا انت ممكن ت... انت غالبا لما هتلاقيني بعمل كده هتسكيب بس انا برضو هعملهم اول مرة بس عشان نشوف كل حاجة هتتعمل ولو لو حد كان متلخبط بس... ب... من حاجة يعني يبقى دايما هيبقى عندنا ايه؟ 12 و 9x و 14x سكويرد و 13x كيوبد و 12x باور 4 و 11x باور 5 وكلهم عندهم ايه؟ البلسس الجميلة دي اللي هيتغير احنا بنضربهم في انهي element موجود عندنا ان شاء الله اللي انا هحاول اعمله ده هينفع انا عايز اخد كل اللي بداخل الدورية الجميله دي ان شاء الله بس بيرفكت كنترول سي كنترول في احنا عندنا كام واحده 1 2 3 4 5 6 7 7 اوه ماي جاد ماشي ادي 4 5 1 2 3 4 5 6 <applause> <applause> و 7 جميل؟ آخر بلس دي إن شاء الله مش هنحتاجها ونيجي هنا بقى تعالوا نسبستيتيوب بلون مختلف عشان يبقى الموضوع جميل بدل 12 تايمز 14 هتبقى 12 تايمز 6x و 12 تايمز 6 و 9 تايمز 6x 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 دول كلهم تايمز 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 وبعد كده 3x squared 3x squared 3x squared 3x squared x و 3x, squared. 3X squared. squared وبعد كده 4x power 4 احنا بصوا عشان هتعرفوا الليزنس بتاعت اي بروجرامر في الدنيا كنترول سي كنترول في وناخد دي نفسها هنا 4x power 4, 4X power 4. واخيرا 4x power 4 وبعد كده ناقصنا ايه؟ اه اوه ده كان في 3x power 3 انا نسيتها خالص عادي مش مشكله عادي مش احنا بندسبليس لان كلهم اديشن كده كده 3x power 3 وناخد الحته الجميله دي كنترول x كنترول v oh, Control X, Control V, وفيش كنترول اكس غالبا هنا نعمل كنترول سي كنترول في <applause> واخيرا اكس بار 3 كده ناقصنا مين 1 2 3 4 5 6 هما 6 ولا 7 1 2 3 4 5 6 هما 6 انا اللي غلطان uh, خلاص يبقى دي بقى مش هنحتاج كل الاخراني ده ونعمل الأخيرة اللي هي تبقى 7x باور 5 7x باور 5 وناخد الحتة الجميلة دي Ctrl C Ctrl V أوف وبعد كده بقى نبتدي شايفين كل ده هو ده البولونوميال بتاعنا ده ده ده, ده بس A, A X في B X كل ده A X في B X فقط آه، لسه ما دخلناش على اللي باقي اللي هيطلع لنا طبعا من الفكه العملاقه دي انا مش هقعد عم... مش هقعد افكها واحده واحده معاكم بس اللي هيطلع لنا من الفكه الكبيره دي 12 في 14 هتطلع لي آه، في 14 هتطلع لي ب 168 modulus. 168 مودولس تعالوا نعمل بقى 168 مودولس 17 هتساوي 15 يبقى دي اول فكت للارقام 15 وهنمشي بقى واحده واحده يعني إي 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 كل الاكسات دي هنفكها يعني لوحدها وكل الويات وكل الاكسس لوحدها كل الاكس سكوير لوحدها وكل الاكس كيوب لوحدها وهكذا, وهكذا 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 هتطلع لنا في الاخر بالمنظر الجميل ده لان 9 9 في 6 9 تايمز هعمل معاكم اول كام واحده وخلاص 9 تايمز 6 54 موديل 17 لقينا هنا قلنا 54 موديل 17 هتطلع لي ب 3 وهيبقى عندي اكس تانية من تحت ب 7 3 و 7 وال 1 ب 11 يطلع لي ب 11 اكس انا هكتب لكم بقى الباقي كله عشان ما نضيعش وقت 14 اكس سكويرد 6 اكس كيوبد وبعد كده 6 اكس باور 4 بلس 2 اكس باور 5 Plus five X power six plus six uh not six actually plus fifteen X power seven plus two X power eight plus nine X power nine plus nine plus nine Bardo X power ten. that AX في BX هناخد كل البولينوميال الجميل بتاعنا ده ونضربه في مين؟ في QM of X فالأول عايزين نطلع نجيب الـQM of X الـQM of X بتاعنا 5 plus 16X plus 3 13X squared plus X cubed أوكي. هنكتبها تحت هنا الـQM of X هيساوي 5 plus 16X plus 13 x squared plus x cubed وهنعمل نفس العملية الجميلة دي تاني طبعا هتبقى عملاقة وانا مش عايز أك... مش عايز اقعد اكتبها تاني يو جيت ذا بوينت المفروض يعني دي حاجة ماثماتيش تسفل... يعني ماثماتيكلي سهلة انكم تضربوا الحاجات دي هي طبعا كبيرة بس هتبقى سهلة وبسيطة يعني آه هتمشي كل واحدة هتعمل دايما ال... هت... هتقل الديجري يعني مثلا اول واحدة دي اللي هي المفروض جنبها x باور زيرو ودي اكس باور 1 فهتحل كلهم مع بعض يعني كل الـ الـ الارقام الساده هتعملهم مع بعض وبعد كده هيطلع لك رقم لو اكبر من 17 هتعمله موديل 17 اقل من 17 هتحطه على طول آه ونفس الكلام هنا لو رقم هتضرب بقى كل الاكسات في بعض لو طلع لك رق رقم اكبر من من 17 هتعمله موديل 17 اقل من 17 هت هتحطه على طول وهكذا 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 وهكذا, وهكذا. هيطلع لنا في الاخر ان شاء الله حاجه بالمنظر الجميل ده آه بسم الله الرحمن الرحيم Equals seven and uh, no, seven x seven bus plus. plus six x plus sixteen x squared plus four x cubed plus thirteen x power four plus eleven x power five plus five x power nine plus nine x power ten plus eight x power eleven plus 7x12 plus 9x13 يبقى ده الـ a of x في الـ b of x في الـ qm of x، اوكي؟ يبقى احنا كده حلينا أول حاجة من من أول واحدة في الـ t1 of x، يعني احنا عملنا إيه؟ عملنا دي ناقصنا الـ a of x في q of x، b of x في q r، c of x في q o، QC q c في الـ والـ q c والـ والـ هما الاتنين بـ0 فمش هيفرقوا معانا وبعد كده بقى هنخش في الخطوات اللي بعدها يعني. أه فاحنا بقى عايزين نعمل كل ده، احنا اوريدي عملنا انا اوريدي عملتهم بس هعمله لكم أه يعني هوريكم شكلها هي دي اللي كانت فوق احنا اوريدي معمولين بس هوريكم برضو ازاي واحده مثلا منهم جت. فلو جبنا دي خدنا كنترول سي دي اللي هي كلهم على بعضهم بس قبل ما نعمل ده بس عايزين نعمل حاجه توفيرا للمساحه أه بدل ما هكتب اكس واكس سكوير واكس كيوب واكس كده هنكتبهم على طول كاوفيشنز يعني دي اكس باور 0 هنكتبهم على طول كاوفيشنز اللي هي تبقى مثلا 7 6 16 4 13 11 5 9 8 uh, 7 و 9 أه هكتبهم هنا على طول طب فتعالى بقى نفترض إن, ان مثلا ما فيش اكس باور 4 هعمل ايه؟ هل هسيبها واسكيب على بعدها؟ قال لك لا لو ما فيش اكس باور 4 بقى مطرح ال السرتي... 13 دي هتحط 0 دي بس عشان نبقى عارفين يعني الكوفيشنز هتبقى مكتوبه ازاي عشان ما نتهش ان دي هتبقى ماشيه بالترتيب باور 0 باور 1 باور 2 باور 3 باور 4 لو لو مش موجود حاجه باور 4 مثلا او باور 5 هتحط مطرحها 0 اوكي؟ دي هيبقى شكل الحاجه اللي عندنا اجيب لكم بقى شكلها النهائي دي كل كل الحسابات اللي احنا هنحتاجها مع, مع بعض ان شاء الله دي الكالكوليشن وهنجيب بقى الفانكشن ذات نفسها ونبتدي نعوض فيها واحده واحده بسم الله الرحمن الرحيم برنت uh, سكرين uh, مشكلتي ان انا بكتب غلط احنا ممكن نجيب الحته دي اوكي تور C وننزل تحت 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 ونجيبها معانا هنا بسم الله الرحمن الرحيم يبقى دي الفانكشن بتاعتنا ودي بقى مسكنا كل حاجة فيهم عملناها لوحدها صح؟ فتعالوا بقى نكمبيوت ال T1 of X ودي هتبقى أسهل واحدة لأن كلهم حاجات بلس في بعض مفيش تايمز زي التايمز اللي موجود هنا ده وهوريكم بقى في التايمز في التايمز هنستخدم ال Wolfram Alpha لأنها هتاخد مننا وقت ومجهود عملاق إن إحنا نعمله بنفسنا. فإحنا عندنا هنا إيه؟ ال A of X في البي اوف اكس وفي السي اوف اكس في في الكيو ام اوف اكس سوري وعندنا الاي اوف اكس في كيو اوف ال اكس والبي وفي في الار والسي في الاوتبوت والبي او اي والسي اوف اي يعني عندنا كل الانبوتس دي لوحدها صح كل واحده من دول لوحدها ادي 1 2 3 4 5 6 وهنا برضو نفس الكلام ادي 1 2 3 4 5 6 تي 1 اوف اكس اللي هي ايه مجموعهم كلهم على بعض وقلنا ان احنا هنشيل دي ونكتبها بدل تي 1 اوف اكس تي 1 اوف اكس زد اتش اوف اكس يعني الاثنين مضروبين في بعض عشان نشيل الحته اللي في على الجنب في الاخر دي ونجمع الحاجات دي على بعض 7 و 12 و 13 و 3 وطبعا طبعا المفروض عندي هنا و 0 و 0 7 و 12 و 3 و 13 ب 35 35 موديل 17 نمشي بقى الكالكيشنز دي عايزينها مش هعرف بسرعه قوي 35 موديل 17 ب 1 يبقى اول واحده عندي في تي 1 اوف اكس ب 1 اللي هي المفروض اكنها ايه 1 في اكس باور 0 وبعد كده اللي بعده 6 7 10 11 6 plus 7 plus 10 plus 11 ب 34 34 موديل 17 34 موديل 17 ب 0 0 حطها زي ما هي اوكي اللي بعده آه. 16 و 16 و 1 و plus 6 16 16 1 6 ب 30 Nine. 39 مدري 17 لازم تطلع ب 5 لان الثانيه طلعت لنا بزيرو غالبا آه ب 5 فعلا ان دي كانت بزيرو كانت 34 ف 39 وهكذا هنعملهم كلهم مره واحده بس عشان الباقي بس يبقى واضح لكم احنا بنمشي الموضوع ده ازاي 4 و1 و3 هنا كلهم بيتعملوا اديشن هنا بقى مثلا في حاجه زي دي لما هنبقى بنضرب ال ال البي اوف اكس في الـ في الكلام ده الاي اوف اكس في الـ في في الجاما في الاكس في الـ في البيتا في البيتا سوري في الاكس في الجاما هيبقوا مضروبين في بعض لو واخدين بالكم هنا مش اديشن هنا ملتيبيكيشن فهنضرب الارقام دي كلها في بعض طبعا الموضوع هيوسع مننا قوي 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 يعني المهم 4 1 13 3 13 5 16 21 21 موديل 17 4 قلنا برضو معلش انا عارف العمليه تبقى صعبه بس هنمشيها مع بعض عشان لو قابلتنا اي حاجه غريبه زي الزيرو ده مثلا uh, 13 و 10 uh, 23 23 و 12 و 12 و 15 ب 50 50 موديل 17 50 مودير 17 x 16 وهنكمل بقى كل العمليات الجميله دي لحد ما نخلص كل ال بسم الله الرحمن الرحيم لحد ما نخلص كل التئات هتبقى f 14 4 16 وبعد كده ادي 11 و 2 6 و 1 7 7 9 9 20 20 20 يعني 3 بعد كده هتبقى 3 5 10 5 ونقف هنا بقى 10 سوري معلش 10 ونقف ال 5 دي ما فيهاش حاجه تتعمل لها بلس عليها ما فيش اي مشكله 5 بلس بلس نوتنج بلس نوتنج بلس نوتنج بلس نوتنج هتبقى 5 وبعد كده 9 8 7 9 لان هم مش هيتجمعوا على حاجه كلهم اقل من 17 زي ما هم وبعد كده نطلع بقى نجيب الجزء الثاني اللي كان اصلا مكتوب فيه كل الاجابات اللي موجوده عندنا دي اللي هو الجميل ده نتأكد بس الأول من حساباتنا جميل نخش بقى على اللي بعده احنا نضرب كل دول في بعض واخدين بالكم هنا هو ضرب ضرب الاي الاي اوف اكس بلس البيتا في الاكس بلس الجاما كل ده ضربه في الالفا اللي هي ب 15 عندي فطلع لي الارقام اللي موجوده عندي يعني هو ضرب الالفا عشان هنا المفروض كنا نضرب في الالفا مش هي مش في 1 على زد اوف اتش هي في, في الفا على زد اوف اتش فهو لما جه قسم على زد اوف اتش فبقت تي 2 زد اتش اوف اكس فضرب الاي اوف اكس في الالفا يعني جاب ضرب دي في الالفا عشان هي المفروض اكنها مضروبه فيهم كلهم يعني وبعد كده عمل الجزء ده لوحده والجزء الجزء ده لوحده والجزء ده لوحده الجزء ده كله على بعضه آه لوحده. فاحنا المفروض بقى لما هنيجي نطلع الـ الـ القيمة دي اللي هي آه آه تي اوف 2 اكس زد زد اتش اوف اكس هيعمل ايه؟ هيضرب 14 في 8 في 0 في 10 صح؟ في زد اوف اكس لان هي مش اوه انا في حاجة نسيتها معلش. آه. في حاجة تلاقيني كتبتها غلط على ما أظن. ثانية نتشك نتشك الرول يا جماعة ونقعد معلش. هيطلع ان شاء الله حاجه صغيره يعني حاجه مش كبيره اه هي دي مش 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 ز... مش في زد اوف اكس دي زد اوف اكس مضروبه في الدبليو اوكي عشان بس ما نتلخبطش اللي هي 4 دبليو عندي ب 4 زد اوف اكس دبليو يعني دي دي لو شلناها ما ينفعش عشان دي سكرين شوت <applause> اوكي هناخدها هنا هي زد اوف اكس دبليو وليست زد اوف اكس معلش دي غلطه مني آه... بس فالمفروض هنضرب دي في دي في دي في دي, دي يطلع لنا الرقم المفروض 14 في 8 في 0 في 10 ب 0 في 0 ب 0, 0, 0, 0, 0 طبعا بقى لما هنيجي نضرب هنا عشان دي مضروبه في اكس بقى وهنا مضروبه في اكس باور 1 مش اكس باور 0 اكس باور 0 ب 1 فما كانتش هتفرق فهتطلع لي دايما الاجابه الصح بس هنا دي في اكس X فاكس في اكس في اكس في اكس باكس باور 4 مش باكس مش باكس فمش هتبقى في نفس البليسمنت اللي موجود عندنا هنا ان هي ببساطه نضرب الاربعه في دول ولا يطلع لي اعمله موديل 17 فيطلع لي هنا ب 1 هنا بقى هن -enter ولفرام الفا ولفرام الفا بقى اوريكم التعامل معاه المفروض يتم ازاي لانه آه آه مش بسيط قوي يعني نجيب ولفرام الفا هنا ونقسم الشاشه نصين ونجيب دي انا عايز اعمل ايه بقى هكتبها له كده ببساطه انا عايز اضرب التلاتة او اتشيل الاربعه بولينوميالز دول كلهم في بعض اوكي هنكتبها بولينوميال بولينوميال اول بولينوميال عندي هنا آه، احنا ممكن نجيب الكيبورد هنا يبقى ابسط لي اول polynomial عندي هنا اللي هو 14 او عايزين الاول نكتب الفورم بتاعة البولونيالز اللي مفروض في x باور 0 plus x باور 1 plus x باور 1 plus x باور 2 plus x باور 3 هم كام عندي اكتر واحده فيها كام؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 يبقى نكتب نكتب 7 plus x باور 4 plus X power 5 plus X power 6. أو اكشلي تعالوا نسيبها 6 لان يعني عندي 3 6 وواحده بس اللي 7 فعشان لما نيجي نكررها ما تعملهاش فكنترول سي كنترول في 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 كده عندي اربعه براكتس كلهم جاهزين ناقص بقى ان انا اعمل ايه؟ اقول ايه مضروب فيهم صح؟ فهمشي بقى اعد الكوفيشنس دي مش هي المفروض الكوفيشنس دي ماشي كده اكسبور 0 اكسبور 1 اكسبور 1 اكسبور 2 دي المفروض اكسبور 2 دي اكسبور 2 أم. نفتح الفريم اكسبورت 2 تعالوا بقى نبتدي نعملها خطوه خطوه اللي هي المفروض 14 في اكس باور 0 بلس 15 في اكس باور 1 بلس 11 في اكس باور 2 بلس 11 في اكس باور 3 بلس 9 في سوري 9 في اكس باور احنا عملنا حاجه غلط سوري اه بلس 9 في اكس باور 5 بلس 3 في اكس باور 6 بلس 3 انا في حاجه اي ميست سوري معلش 14 15 11 11 6 14 15 11 11 اي 6 اللي انا بتاعتي بالله معلش يا جماعه تاني عشان الارقام كتيره بتعبني 14 15 11 11 9 و 3 صح صح هما مش 6 لان اول واحد ده مضروب في اكس باور 0 أه... حلو يبقى 14 تاني 15 11 11 9 3 ونخش على البراكت اللي بعده اللي هو 8 16 واحدة واحدة نمشي 14 13 12 11 ونشيل الأكس الاكسبور 6 دي احنا كنا بنحل المشكله دي وعملناها بالشقلوب بالمره الجايه ادي 0 اكس باور 0 انا بعمل ايه بنقل الترمز دي بنقل بس الترمز يعني اول ترمز هيبقى 0 في اكس باور 0 وبعد كده اللي بعده ااا دي بقى هنا 0 في اكس باور 0 والرقم اللي بعده ده المفروض اللي مضروب في اكس باور 1 اللي هو آه ب 8 وبعد كده ب 11 بعد كده ب 4 بعد كده 2 بعد كده ب 16 ومش محتاجين الترم ده هنا بقى الاخير خالص عندي اللي هو الزدو uh, ال اكس لان هي يعني الايكويشن الايكويشن عايز بس اوريكم شكلها هي دي الايكويشن كل دول كانوا مضروبين في بعضه فانا بس عاملهم يعني أس انا بقسمها ودي على فكره كلها المفروض كل دي ايكويشن واحده يعني الحته الكبيره دي كلها ايكويشن واحده انا بس قسمتها تي 1 و تي 2 و تي 3 و تي 4 عشان يبقى ابسط في الشرح ما يبقاش كله على بعضه كده ونبتدي نعوض فيهم كلهم مره واحده يعني امم uh فدي هي تقسيمه التي 2 اللي هي التي 2 دي اللي هي تقسيمه ال 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 التي والتي اوف اكس كلها على بعضها فهنبتدي بقى نضرب دي في دي في دي في دي تدينا كل الكلام ده دي اللي هي اي اكس بلس بلس بيتا اكس بلس جاما والثانيه اللي هي بي اكس بلس بيتا كي 1 اكس بلس جاما وبعد كده سي اكس بلس بيتا كي 2 اكس بلس جاما وبعد كده تايمز الزد اوف اكس وخدوا بالكم ان الاولانيه مش a اوف اكس بلس بي اكس بلس واي بس لا دي مضروبه في الالفا عشان الالفا دي ما ننساهاش هي مش 1 هي الفا أه بس انا كنت حابب بس اشرح النقطه دي عشان لو حد تاه احنا المفروض بنعمل دي ليه بعد كده نضرب في الزد اوف اكس بقى الزد اوف اكس اللي هي في 10 5 8 14 7 11 واخيرا 14 اوكي وندوس انتر ونديله وقته لان هو هيعاني قبل ما يطلع لنا الانسر بتاعنا ادي ده الانبوت والاوتبوت واحده واحده هيبتدي يطلع الاوتبوت بتاعنا لان طبعا احنا بنضرب اربعه بولونوميالز كبار في بعض فده هيطلع لي يعني حجمه عملاق واحده واحده هيبتدي يطلع لك ان شاء الله الترخيص الاكسباندد فورم بتاعه اهو بس كده طلع لنا حاجه ابسط مش هيطلع لنا حاجه ابسط نيجي بقى هنا ده الاكسباندد فورم بتاعه صح اللي هو هنا سوري ده الاكسباندد فورم بتاعه من ماشي معانا من اكس لحد اكس باور 21 بقى بقى هنا مينيمايز دي كمان واحده واحده بقى نكتبها سوا مع بعض دي المفروض اللي هي تي 1 اوف اكس تايمز زد اتش اوف اكس صح هتساوي كل الكلام ده تعالوا نكتبه بالشقلوب المفروض ده الاكس صح اللي هو 8 9 60 ونبتدي واحده واحده بقى يعني الترمز اللي احنا ماشيينها نبتدي واحده واحده نفكها 8 9 60 موديل 17 هعمل معاكم برده اول حبه وبعد كده الباقي هجيبه على طول 8 9 60 موديل 17 ب 1 يبقى اللي هي المفروض اكنك كتبت 1 أكس بلس 4 4 320 موديل 17 4 4 320 موديل 17 ب 1 One, 1 sorry 1 X uh, squared plus one, 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 three, two, eight, X power 3 1, one, one three, two, eight, X power 3 La at لي 12 X power 3. وهكذا وهكذا وهكذا، تعالوا بقى نجيب مثلا ثلاثة من ورا كمان عشان نبقى نتأكد، اللي هو تايمز 21 و20 و19، 7392 ب21، 7392 2 موديل 17 ب14، يبقى المفروض هنا يبقى 14x21 plus 36972 Three six nine seven two modulus seventeen before 14 bardo fourteen x power twenty. Wakiran nine three eight four two nine three eight four two B nine three eight four two modulus seventeen nine three eight four two B five. Oh, actually, uh, is it five? 93 93842 92 93842 ب2 اا يبقى ب2 x يبقى تعالوا نكتب الكوفيشنس المفروض هيبقى شكلها عامل ازاي ونتشك ان دبل تشيك الحاجات بتاعتنا هتبقى صح ولا لا من الاكسباندد فورم الجميله اللي عندنا دي المفروض 1x واخدين بالكم ده x 1 طب الاكس باور 0 راح فين x 0 مش موجود هل هنسكيب ونكتب على طول 1 كده لا قال لك لا طالما فيش حاجه في الاكس باور 0 اكتب لي 0 يبقى 0 1 1 12 وبعد كده المفروض حاجات 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 2 14 14 وده المفروض هيبقى ال T1 of X Z H of X بتاعنا اوكي اوكي تعالوا بقى نجيب الاجابة ونشوف الاجابة بتاعتنا هتبقى صح ولا غلط آه بسم الله الرحمن الرحيم اللي هنجيبها من هنا اهو كنترول سي ونيجي هنا بقى نبص عليهم كلهم مع بعض كنترول في طبعا ونصغر الشاشه شويه ان هي تبقى عملاقة هو لايت شوت ده اللي انا كنت بتكلم عنه It's a very good application تعالوا نبص بقى اول واحدة اخد ريدينج كنا عاملينها تاني واحدة بقى 0 1 1 12 وحاجات كتيرة 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 وبعد كده اخر ثلاثة ايه 2 14 14 كويس يبقى انا كده اتاكدت من ويل فريم الفا ومشينا واحدة واحدة ازاي بنعملها فول فريم الفا بنعملهم كلهم كده على بعض طب لو البولونيمز كانوا كبيرة ساعات هيقول لك مش هيسمح لك بان هو يعمل كده هنعمل ايه هنعمل اول اثنين وبعد كده ناخد الاكسباندد فورم اللي هي كانت لنا هنا دي شايفين الاكسباندد فورم دي ناخد دي تايمز البولينوميال اللي بعده وبعد كده اللي هيطلع تايمز البولينوميال اللي بعده وهكذا وهكذا عشان الموضوع هيبقى معقد تخيلوا بقى احنا لو كنا بنعمل دي بايدينا كان هيبقى موضوع معقد جدا 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 يعني وانا عايزكم برده تتخيلوا وتحطوا في مخكم ان كل ده احنا بنعمل لبايثاجورس سيركت سيركت بتثبت البايثاجورس ثيرم اللي هي المفروض ابسط حاجه في الدنيا فش غير اربعه جيتس فلكوا ان تتخيلوا لو حاجه معقده كميه الارقام وكميه الكمبيوتيشن اللي هنحتاجها يعني عشان تبقوا متخيلين ليه احنا بنحتاج كمبيوتيشن باور كبير جدا في حاجه زي دي في ال في ان احنا ندكريبت حاجه بالحجم العملاق ده. أه بعد كده بقى نمشي واحده واحده احنا عايزين نجيب المفروض ايه؟ t1 plus t2 minus t3 plus t4. طبعا مش هي... مش هيسع ان احنا يعني اول واحده بس اللي هتنفع عندنا لان هي مضروبه في x 0 فهتبقى 1 و 0 و 1 1 13 ب negative 12، negative 12 plus 9، negative 12 plus 9 ب negative 3, negative 3 modulus 17. اوه oh, actually انا مش انا حاسبها غلط ولا ايه؟ ادي 1 لان احنا أوريدي عملناها بال negative بتاعها فهتبقى 1. ادي 1 و 13 14، 14 و 9، 14 plus 9 ب 23 23 موديل 17 هتبقى ب 6 هي اول واحده بس اللي دايما هتطلع عندنا صح والباقي بقى لان هم ملتبليكيشنز فهتبقى صعبه بالنسبه لنا لان دي اكس ودي اكس باور 1 او دي سوري اكس سكويرد ودي اكس كيوب وهكذا فهيبقى بيطلع لي الانسر الـ باور 12 وهكذا وهنبتدي نسمبليفاي بقى وهيطلع لنا في الاخر الكوفيشنز بتاعي هتبقى بالمنظر ده 6 1 4 8 11 3 0 1

حد لو واخد باله بس من حاجه يعني اي هوب ان حد فيكم يعني لو كان فاهم الحته دي كان واخد باله من حاجه ان قد ايه البولونوميال ده عملاق واحنا الاستراكشر ريفرنس سترينج بتاعنا اللي المفروض هنستخدمه عشان نفك ال البولونوميال ده عشان نطلع في الاخر ا بوينت او اليبتيك كيرف كان مكون من 8 ارقام مثلا ولا حاجه وال واخر اثنين دول كان فيهم يو فهيبقوا مشكله عندنا ان احنا نفكهم لو انتوا فاكرين يعني البوينت دي انا قلت حبيت اجذب انتباهكم ليها وهقول لكم حلها ايه هيبقى يعني ايه ان شاء الله واخدين بالكم بقى ان ده ايه؟ ده تي اوف اكس مش تي اوف اكس بس تايمز زد اتش اوف اكس صح؟ عايزين نقسم كل البولونوميال العملاق ده على زد اتش اوف اكس اللي هو كان مين؟ اكس باور 4 ماينس 1 هنعملها بول فريم الفا وبعد كده نعملها بايدينا ونشوف النتيجه بتاعتنا صح ولا لا فنيجي هنا بول فرام الفا الاول طبعا نجيب دي هنا ونجيب الوايت بورد كده طبعا دي عملاقه 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 واحده واحده يعني المفروض عندي هنا الحاد اكس باور power... مش عارف 21 ولا 22 ده عملاق مهم يعني هنيجي هنا نقول له اكس باور 0 بلس اكس باور 1 بلس اكس باور 2 ونقول له هنا مثلا بلس اكس باور بس ونقوم واخدين الحته دي كلها كوبي بيست عشان بس كم حبة حلوين حبة حلوين 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 ونبقى نشيل الباقي اوكي فور باور 2 باور 3 باور 4 باور 5 باور 6 باور 7 باور 8 باور 9 باور 10 11 12 13 14 15 18 19 20 هم كام رقم؟ ادي 4 8 12 16 20 22 اوكي 22 يعني 21 لان اول واحد ده مضروب في x باور 0 او اكشلي صح احنا لان احنا عاملين ال x باور 0 بلس x باور 20 اوكي كل ده هيبقى مقسوم على مين؟ x باور 4 عملت ايه؟ x باور 4-1 اللي هي الzh لو فاكرينها. Uh, ونبتدي بقى نسبستيوت بالفاليوز اللي موجوده عندي دي. 6 1 4 احنا هناخدهم بأربعات 6 1 4 8 تاني أربعة 11 3 0 1 11 3 0

Okay, 8, 12, 16, 2. 8, 12, 16, 2. بعد كده 7, 11. احنا ناقصنا حاجة. 7 و 11. هما 21 terms. صح؟ uh, 8, 12, 16, 20. 21 22 اه لان باور زيرو احنا مش حاسبينه صح, صح 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 ونقول له كومبيوت ان شاء الله ما نكونش عملنا حاجه غلط في الـ في الـ في الكمبيوتيشن ده ان شاء الله ان شاء الله طبعا وقته عشان ما ي... مش عايزين نضغط عليه احنا بنطلب منه كتير جدا يعني وهوريكم برضه ازاي نعملها بايدينا يعني بس هوريكم يعني حاجه صغنطوطه ازاي المفروض نعملها بايدينا اه احنا عايزين بقى الكوشنت هو ده الكوشنت ده بقى ده اللي احنا المفروض هيبقى عندنا اللي هو اه ونمشي بقى واحده واحده 45 موديل 17 مفروض ب 28 ماينص 17 كمان مره ب 11 يبقى ال t اوف x هتساوي ال45 احنا هنبدا بنبدا بالشقلوب لان احنا عاملينها بالشقلوب ان الاكس 17 هو اللي يبقى اون ذا رايت هاند سايد ف45 موديل 17 ب11 بعد كده 50 50 في اكس uh, 50 موديل 17 16 بعد كده 30 موديل 17 ب13 26 موديل انا انا ببساطه بعمل ده موديل 17 بس لو حاجه اكبر من 17 بعملها موديل 17 uh, 13 بعد كده 9 uh, uh, 34

أه هل نمدها شوية؟ يعني الأبيض 15 تنزل زي ما هي ال 23 تبقى ب 6 بعد كده 16 تنزل زي ما هي ال 2 تنزل زي ما هي ال 7 زي ما هي وال 11 زي ما هي يبقى ده ال T of X <applause> ده ال T of X بتاعي عايز أعرف أنا إزاي جبته أوكي؟ قبل ما أعرف أنا إزاي جبته تعالوا نجيب بس ال string بتاعنا ده بشكل يبقى مكتوب بشكل محترم ونبتدي نعملها واحدة واحدة Ctrl C ونيجي هنا نقول له كنترول في ان شاء الله ما يبقاش كبير لا طلع كبير أو نكبر الشاشه الجميله بتاعتنا دي يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم احنا <applause> هنا, هنا بنقسم على إكس باور 4 ماينس 1 في حاجه اسمها سينثاتيك ديفيجن هي دي الطريقه اللي احنا بنعمل بيها الديفيجن بتاعنا ببساطه عشان احنا هنا بنقسم على بولينوميال صغير مش بولينوميال كبير اللي هو الاكس باور 4 ماينس 1 فهن كل واحده باربعه يعني ايه؟ يعني عندنا الاليمنتس كده هنمشي من اليمين آه للشمال هناخد الاليمنت ده اللي هو ال11 ده بلس ال11 الاليمنت اللي موجود هنا ونحطه بعديها باربعه ديجيتس يعني هنعد من عند ال11 اربعه ديجيتس لان احنا بنديسبليس بـ بـ باور 4 فهنعد ما بعديها باربعه ديجيتس ونقوم حاطين ال11 الاوتبوت بتاعنا هنفترض ان الاوتبوت بتاعنا هنا اهو هيبقى بالمنظر ده اوكي هيبقى 0,0,0,0 او تعالوا نكتبها بطريقه احسن هو المفروض عندي كم element احنا قلنا 21 ادي 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 وقفل صح اه اوكي تعالوا نكتب بقى هنا المفروض عندي ادي 0, 0, 0, 0 ليه هيبقى عندي 0, هوريكم دلوقتي حالا؟ تعالوا نجيبها تحت كده كده هتبقى باينه اكتر احنا قلنا هنعمل ده بلس اللي هيطلع لي ونديسبلس اربع اربع قيم ف11 بلس 0 0 واحنا مش محتاجين نعملها موديل 17 لان هي اقل من 17 صح وهنديسبلس اربعه رانكس او اربعه فاليوز ازاي هنقوم عادي ادي 1 2 3 4 او 1 2 3 4 ونحط هنا ال11 صح ونعمل نفس الكلام 7 بلس 0 ب7 2 0 ب 2 16 0 ب 16 <applause> نيجي بقى عند ال 12 ال 12 هنا هتختلف لان ال 12 ما بقتش plus 0 ال 12 عندي هنا المفروض plus 7 became 12 7 بكام؟ 12 7 اللي هي هنمشي بقى كده مش plus 7 سوري plus 11 هنعمل هنا وهنعد 4 1 2 3 ونحط في الفورث ب uh, 19 تقريبا ب 19 uh, بسم الله الرحمن الرحيم احنا عاملين حاجه غلط 11 بلس 12 بلس 11 12 بلس 11 ب 23 23 موديل 17 ب 6 وبعد كده اللي بعده بقى uh, 8 بلس 7 وهكذا وهنفضل نرفريز بس ه... انا هعمله معاكم خطوه خطوه عشان آه, الموضوع هيبقى آه, هيلخبط شويه قدام ادي 15 بعد كده 16 بلس 2 ب 18 اللي هي ب 1 وبعد كده 13 احنا قلنا 16 بلس كام؟ بلس 2 بعد كده 11 المفروض ال 11 الاول بلس 16 11 بلس 16 ب 27 27 مودولس 17 ب 10 بعد كده ال13 بلس 6 ب19 19 اللي هي هتبقى ب2 وبعد كده ادي ال13 وبعد كده ال3 نرجع بقى تاني ندقن الدسبليس ال3 بلس ال15 ب18 اللي هي ب1 بعد كده ال7 بلس ال1 ب8 اللي هي ب8 وال3 بلس ال10 ب13 اللي هي تبقى ب13 وال11 بلس ال احنا بس عايزين نعرف عايزين انا عايز اعمل حاجة تقول لي احنا مشينا لفين احنا اخر حاجة كانت ال 3 بلس ال 10 يبقى خلصنا ال 3 وال 10 بعد كده احنا بنعمل دلوقتي ال 11 وال 12 ب 13 كمان مرة بعد كده ال 16 وال 1 17 17 اللي هي تبقى ب 0 17 مدير 17 ب 0 وبعد كده ال 1 بلس ال 8 ب 9 وال 0 بلس ال 13 ب 13 صح الزيرو بلس ال 13 والله متلخبط الزيرو بلس ال 13 ب 13 احنا عملنا محتاجين قوس كمان نجي هنا ادي كومه كومه يا فل هنا اخر حاجه كانت الزيرو بلس ال 13 بعد كده ال 3 بلس ال 13 ب 16 بعد كده ال 11 بلس ال 0 ب 11 بعد كده بقى لو بصينا مع بعض ال 8 هنا المفروض هن هن نفس عدد ال 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 Elements 1 ادي 4 4 uh, 8 4 12 4 16 4 20 21 22 بقوا نفس عدد ال Elements لو كملنا ايه اللي هيحصل؟ المفروض ما المفروض احنا هنا خلصنا المفروض يبقى نفس عدد ال Elements اللي هيطلع لي لان قسمت نفس العدد على نفس العدد فالمفروض نفس عدد ال Elements هيطلع لي او ممكن اكشلي يبقى اقل بس عمره ما هيبقى اكتر صح لان انا بقسم حاجه عمر عدد الاليمنتس ما هيزيد عن عدد الاليمنتس الموجوده عندي فلو بصينا هنا اهو هنلاقي عندي ادي ادي 1 2 3 4 لو عملنا بقى 8 مع 9 8 مع 9 بكام ب 17 اللي هي تطلع ب 0 4 مع 13 اللي هي بكام 17 هتطلع لي ب 0 1 مع 16 اللي هي بكام 17 اللي هي ب 0 6 و11 17 اللي هي ب 0 اللي المفروض يعني هنكتبهم هنا 0 0 0 0 يبقى ده الاسترينج بتاعي واكشلي انا مش محتاج ابص على الحته اللي عندي الجايه هنا دي لانها لا تعني شيء لانها زيرو مضروبه في كل الحاجات دي وهنا برضه هتبقى زيرو مضروبه في كل الحاجات دي بس هي مش مش هتبقى مش هتبقى موجوده عندي لان هفضل اعمل دي ملتبلاي دي هتبقى الكوشن بتاعها بزيرو, بزيرو 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 فهكذا بنعمل ازاي تاني مره كمان بسرعه بنحط الاليمنت ده على زائد الكوشنت بتاع الكوشنت يعني اللي طلع له الاوتبوت اللي طلع له اللي قدامه واللي قصاده في نفس ال, في نفس الرو او الكولم ال, بتاعه في نفس المكان البوزيشن اللي هو واقف فيه وبنعمله موديل 17 يعني 11 بلس 0 وندسبليس 4 لان احنا عندنا الاكس باور 4 فهنعمل 11 بلس 0 وندسبليس 4 ادي 1 2 3 وفي الفورث نقوم حاطين الاوتبوت بتاعنا بعد كده 7 نفس الكلام بلس 0 اند ديس بليس وال2 بلس 0 اند ديس بليس وهكذا 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 وهيطلع لي لو خدتوا بالكم نفس الاوتبوت اللي كان طالع لي من والفرام آه الفا اللي هو كان فين اهو واخدين بالكم ده بالظبط هيطلع هو هو تعالوا بس نمشي عليه واحده واحده 11 11 16 16 13 13 و9 9 ونمشي حبه من الاخر 11 من هنا تعالوا نعملها بالاحمر بقى 11 11 7 7 2 2 16 16 6 و6 يبقى احنا مشينا تماما اللي طلعناه من وولف فرايم الفا قدرنا نطلعه بايدينا بالطريقه دي باستخدام حاجه اسمها آآ, آآ, Synthetic ديفيجن وبكده نكون اتمنا جزء كبير جدا من اللي عندنا بس تعالوا بقى نشيل كل الحته كل الكلام الفارغ اللي عندنا ده ونجيب حاجه جميله فاكرين السؤال اللي أنا سألته من شوية اللي بيقول أنا عندي هنا 21 element والstructured reference string كله على بعضه كان 8 أو 9 elements صح؟ أنا أجيب لكم structured reference string by the way عشان تشتغلوا عليه structured reference string structured reference string اهو جايبه معنا عشان نشتغل عليه control V طبعاً هيبقى عملاق انا 100% بصوا بقى الستركشر ريفرنسنج عنده كام اليمنت ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وانا هنا عندي 21 طب ازاي همله يعني ازاي هخلي اليمنت ده كله عندي يساوي يعني بال بالستركشر ريفرنسنج ده قال لك هنقسمه هنقسمه ازاي هبهزر لك كده قال لك لا طبعا مش هبهزر لك هنقسمه بقانون جميل قال لك ان عندي قانون التي اوف اكس will have a degree 3n plus 5 ده عدد الجيتس او عدد الكونسترينتس اللي موجوده عندي عدد الجيتس بتاعت البايثاغورس ستريم كام؟ ب 4 فاكرين ليه ب لان انا عندي a squared plus b squared equals z هقسمها اربع حاجات a في a equals ال a output ادي اول جيت اول ملتبليكيشن جيت تاني جيت ال b في ال b تساوي بي اوتبوت دي تاني ملتبليكيشن جيت والزد في الزد تساوي الزد اوتبوت ادي تالت ملتبليكيشن جيت وبعد كده وان اديشن جيت تو ميك شور اللي هي المفروض ان الاي او بلس البي او تساوي الزي او دول الاربعه جيتس بتوعنا فبيقول لك انه تي اوف اكس فور a تي اوف اكس ذا ديجري ويل بي 3 3 ان باور 5 لان عندي 4 3 4 12 باور 5 uh, 12 plus 5 بي 17 لو جينا هنا عدينا ال اللي موجوده عندنا آه هي راحت فين؟ انا عايزين التي T of الاخير بتاعي تعالوا نجيبه بقى copy paste منين منين اللي هو المفروض اهو T of X اهو ادي Power 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 الديجري degree بتاعته 17 فعلا اللي هي التي اوف اكس واثبتنا القانون ما رضيتش اقول لكم القانون غير بعد ما, نخلص البتاع وبعد كده نعدها مع بعض فالديجري بتاعه ب 17 قال لك احنا عايزين نقسمه هنقسمه ازاي؟ قال لك هنقسم البولينوميال ده الى ثلاثه بارتس او اربعه بارتس على حسب احنا هنعمل ايه؟ كل بارت ال ال كل بارت هنقسمه لديجري ان ان بلس 1 يعني هنفضل ماشيين لحد مثلا من 0 ل 5 وبعد كده من 5 ل 11 وبعد كده من 11 ل 17 اوكي واحده واحده هنمشيهم كلهم هنقسم الثلاثه اللي هم معلومين عندي بالازرق دول هنقسم الثلاثه عندي بالحجم ده بلس بالظبط ان بلس 1 ديجري بس كده او ان بلس ان بلس 2 coefficients يعني عشان لو ما حسبناش اللي هو الزيروث الـ 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 ده فلو عملنا ان بلس 2 coefficients يعني 6 يعني كل 6 فاليوز هيتاخدوا عندي في براكت هنقوم واخدين شايلين كل الكلام الحلو اللي احنا بنقوله ده طبعا احنا مش محتاجينه ونبتدي نقسم البولونوميال اللي عندنا اللي اسمه تي اوف اكس الى 3 باستخدام القانون اللي احنا لسه عارفينه اللي هو ال ان بلس 2 ان بلس 2 كوفيشنس ان بلس 2 كوفيشنس تعالوا نبص بقى على البولونوميال بتاعي هنقسم ده ان بلس 2 يعني كل سته هنحطهم في بولونوميال وهنقسمه بايه؟ تي لو مثلا اوف اكس وتي ميد of x و t هاي of x اوكي ونيجي هنا واحدة واحدة آه هنقسمه بقى ادي 11 16 13 9 0 13 ادي اول ست اوكي بعد كده الميد بتاعي هنبدا بقى من من وير وي ليفت اوف 13 8 1 2 10 1 ادي تاني ست تالت ستة ففتين س... او ماشي. ففتين سكس، انا عايز برضو اشوف ففتين سكس. تو سبن وإلفن. ادي تالت سكس طب واحد قال لي طب لو كانوا 19 كنا هنعمل ايه لو كانوا سوري اه لو كانوا 19 كنا هنعمل ايه؟ قال لك هتمشيها برضه نفس الكلام ان بلس 2 ان بلس 2 ان بلس +2. 2 ولو ولو اخر واحده عندك مكفات يعني اخر واحده هي اللي هتبقى اكبر واحده يعني لو 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 احتجنا ان احنا نزود واحده هتقسمها ايفن نمبرز واخر واحده عندك هتبقى زايده 1 كمان هتبقى ان بلس 3 عشان بس لو حد جاله يعني السؤال اللي موجود ده في حاجه مختلفه عن الكيس بتاعتنا دي ونبتدي بقى نعمل لكل دول أه نجيب لهم as a point on the elliptic curve باستخدام ال ريفرنس reference string بتاعنا احنا كنا عملناها كذا مره بس هنعمل النهارده كمان مره عشان ن refresh your memory ان شاء الله تعالوا ناخد بقى ال T of low وال T of mid وال T of high ونقسمهم بالمنظر ده print screen ونقوم واخدين دي control C هنا كنترول V نتأكد برضه من إجابتنا مش يمكن إجابتنا غلط 11 6 13 9 0 13 واخدين بالكم؟ كاتب حتى الزيرو كتبها 0x4 وهنا بس هو ما, ما هو إلا أنه هو عمل جه كتبهم بس بطريقة منظمة عشان يبقى أسهل بالنسبة لنا إن إحنا نستخدمهم يعني هو رجع فك الكووفيشنس دي تاني واحدة واحدة بقى نحل الأول الـ t low of x أول حاجة قلنا هنكتبها كانها مالتيبلز uh, 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 من 1 و 2 اللي هي تبقى 11 في 1 و 2 بلس 16 uh, في المفروض اللي بعدها بقى اللي هي فين ال Structural ريفرنس سترينج بتاعنا معلش يا جماعه نجيب نحطه فوق ايه هنا مش هتفرق آه مش هينفع خلصنا نجيبهم تحت مفيش مشكله طيب نفسك هو يمسح ده كله وهديه فوق بس احنا عملنا خلاص اللول ميد والهاي مش محتاجين نعملها كمان مرة ال structure difference المفروض plus 16 times التاني اللي هو هيبقى 68 و 74 plus 13 times 18 و 49 مش كومة سوري plus plus 9 تايمز 1.199 بلس الزيرو دي مش محتاجين نكتبها فهنا مكبين الاخرين بلس 13 تايمز المفروض زيرو تايمز ده 13 تايمز 65 و 3 بيرفكت بعد كده عايزين نكتب دول از مالتيبلز اوف از مالتيبلز اوف الجنريتور بتاعنا اللي هو الجي اللي هو ب1 و2 عشان نعمل كده الاول عايزين التيبل اللي احنا كنا بنغش منه لو فاكرين المره اللي فاتت التيبل اللي كان موجود فيه كل البوينتس اللي احنا عملنا لها جنريشن انا موجود عندي هنا الحمد لله هجيبها برنت سكرين ونقوم جايبين التيبل الجميل اللي عندنا ده نحطه هنا طبعا هيكبر لنا الشاشه لا ما كبرهاش قوي اكشلي نقوم جايبين التيبل الجميل اللي عندنا هنا ده ونبص واحده واحده 11 فون و2 هي هي 11 في البوينت بتاعت 1 و2 بلس 16 68 و74 فين؟ 68 و 74 اللي هي 2 16 تايمز 2 ب 32 1 و2 اكشلي تعالوا بقى عشان يعني عشان نخلص 32 موديل 17 يعني نكتبها على طول بقى لان احنا لازم تبقى موديل 17 عشان تبقى within الرينج ده تبقى within البوينتس دي uh, اللي هي تطلع 15 يبقى 15 1 و2 بلس 13 في 18 و 49 18 و 49 اللي هي 8 13 في 8 موديل 17 13 times 8 موديل 17 ب 2 2 1 و 2 بلس بسم الله الرحمن الرحيم فين تاني احنا كنا واقفين فين 13 في 18 و 49 ايوه 9 في 199 اللي هي 16 9 في 16 140 حاجه 16 موديل 17 ب 8 1 و 2 لو محدش فاهم هفك دي برضو انا ضربت ال 9 في المالتيبل يعني حاولت ال 119 دي 199 اللي هي 1 و 2 بس انهي 1 و 2 هي 16 1 و 2 16 جي هنفترض ان 1 و 2 ده الجي اللي هو 16 فضربت ال 9 في ال 16 طلع لي رقم كبير اللي هو المفروض 144 وبعد كده عملت 144 موديل 17 اداني ال 8 اللي هي طالعه لي دي عشان بس لو حد متلخبط انا جبت الارقام دي منين بعد كده 13 في 65 و 3 65 و 3 اللي هي 13 13 في 13 موديل 17 بسم الله الرحمن الرحيم 13 في 13 موديل 17 ب 16 اللي هي تبقى 16 1 و 2 بعد كده نعيد صياغتها اللي هي المفروض 11 بلس 15 بلس 2 بلس 8 بلس 16 كل ده مضروب اكني خدت 1 و 2 كومن فاكتور ونقوم جامعين الارقام الجميله دي 11 بلس 15 بلس 2 بلس 8 بلس 16 ب 52 52 موديل 17 ان شاء الله هيطلع لنا رقم جميل 52 موديل 17 ب 1 وال 1 اللي هي بمين؟ ب 1 و 2 يعني مفروض لازم ولا بد ان شاء الله ان شاء الله اول قيمه تطلع لنا ب1 و2 ما لنا فلاش ب1 و2 تعالوا نعيدها تاني معلش يا جماعه سريعا انا بعتذر بس تعالوا نعملها بسرعه بس مع بعض أه... 11 في 1 و2 16 16 في 16 ماشي 13 في 18 49 اوه 13 مش في 18 49 13 في 65 98 انا اللي اسف انا اللي عملت حاجه غلط معلش عليا يبقى خلاص بقى يعني من اول هنا بقى تبقى كل ده غلط ماشي معلش انا اسف انا اسف انا اسف 13 في 65 و98 بعد كده 9 في 18 49 و 13 دي خلاص هتتشال لان احنا الزيرو ال ال اللي هي المفروض في البوزيشن فوق الفورث بوزيشن او الفيفث بوزيشن في الحاله دي مش موجوده فعلى طول هتبقى هنا ايه 68 و 27 معلش انا اسف بعتذر كمان مره آه، قلنا 13 في 65 آه، اللي هي 13 في 4 13 في 4 بوندي لل 17 13 times 4 مودل 17 بو 1 اللي هي تبقى بو 1 و 2 بلس هنعملها كلهم 1 of 1 او آه، سوري آه، 15 اللي هي 1 و 2 بلس كان ناقصنا مين؟ احنا عملنا 13 13 في 4 يس وبعد كده 9 في 1849 1849 اللي هي ب 8 9 في 8 موديل 17 times 8 ب 4 4 1 و 2 بلس 13 في 16 27 اللي هي 13 في 15 اكسكيوز مي 13 في 15 8 1 و 2 وناخد نفس الحاجات دي علشان تاني 11 plus 15 plus 1 plus 4 plus 8 كل ده من 1 و 2 اللي هو هيساوي 11 plus 15 plus 1 plus 4 plus 8 ب 39 39 1 و 2 هنعمل 39 موديل 17 ب 5 5 1 و 2 لو بصينا بقى عندي هنا في التيبل 5 1 و 2 اللي هي بتساوي كام؟ 12 و 32. هعمل معاكم كمان واحدة سريعا جدا جدا جدا. آه يبقى أول بوينت عندي احنا قلنا T low ب 12 و 32. اوكي؟ تعالوا نعمل ونجيب التي T mid ونجيب الـ T high نغشها. الـ T mid. تعالوا بقى نشيل كل الهاتش ده. كل الكلام ده. شيلوا 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 شيلو. ونعملها إن شاء الله بسرعة يعني عشان ناخد وقت آه المفروض 13 for 1 و 2 بلس 8 في 68 74 لو حدش أخبره باله 13 في أول واحدة وبعد كده ال 8 في تاني واحدة وبعد كده ال 1 في تالت واحدة وهكذا بلس ال1 في uh, 65 من بقى نفس غلطة 98 بعد كده 2 في 18 49 بعد كده 10 في 1 و 99 بعد كده ال 1 في 68 27 ونغش من الجدول الجميل بتاعنا ده اللي هو بيقول هنقول 13 1 و 2 بلس يا بقى تعالى ما اكتبش 1 و 2 دي نعملها على طول عشان من نختصر خطوه 8 في 68 74 اللي هو 8 في 2 ب 16 1 في 65 98 اللي هي تبقى 4 دي الرقم بتاعها 4 g مضروب في ال1 ده 4 2 في 18 49 18 49 اللي هي 8 ب 16 10 في 16 اللي هي 160

ون double check انسر 2645 فعلا الحمد لله uh, 2645 وال t high بتاعتي المفروض التي t high الموجودة بقى اللي هي الأخيرة اوريدي هديكوا الغش بتاعها اللي هو ب 9166 ونجيب الصورة الأخرانية بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم ون double check من كل حاجة 1232 26 45 91 و 66 تم كده بحمد الله يبقى ده البولونوميال T كل دول ال 3 points دول هم البولينوميال T بتاعي اللي هو بينكود تقريبا كل حاجه ليها علاقه بالسيركت من ال ال, ال assignment vectors, uh, إلى, الكوش, ال 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 vectors uh, uh, الى ال 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 selector vectors الى ال roots of unity وال constraints copy constraints وال copy constraints وال 3 تشالنج بيتس اللي هم الفا وبيتا وجاما uh, هيطلعوا لي في الاخر بالنسبه دول للثلاث نقط الجمال دول يبقى دول بالنسبه لي كلهم على بعض اللي هم ال تي اوف اكس ان شاء الله هنخش المره الجايه في راوند 4 المفروض ابسط دي اكتر راوند فيها كالكوليشن كانت راوند 3 الحمد لله يعني الموضوع ده خلص راوند uh, 4 ان شاء الله المره الجايه مع بعض هعملها في فيديو صغير وراوند 5 هتبقى في فيديو صغير وكده نبقى انهينا البروف فيز او البروف بروسيس آه على مدار ال 5 راوندز بتاعنا ان شاء الله اشوفكم المره الجايه على خير وكل سنه وانتم طيبين ان شاء الله فاضل يومين على العيد ان شاء الله